أهلا بكم. البداية من كييف، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية لقصف صاروخي روسي أسفر عن مقتل مدني وثماني إصابات بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في حصيلة أولية. وقال مراسل العربي إن 10 انفجارات سمع دويها في 3 أحياء في العاصمة أدت إلى دمار في عدد من المباني. دوت صفارات الإنذار هنا في العاصمة كييف وفي العديد من المناطق الأوكرانية في تمام الساعة 1 بالتوقيت المحلي، بعد دوي صفارات الإنذار بفترة وجيزة سمع هنا دوي انفجارات في العاصمة كييف. بحسب عمدة المدينة قال أن هناك حصلت 10 انفجارات هنا في العاصمة كييف في 3 أحياء، وهي حي هلاسيفسكي وسالومنسكي وحي بيتشيرسكي. نحن الآن متواجدون في حي بيتشيرسكي، حيث أصاب أحد الصواريخ الروسية اليوم هذا المبنى. هذا المبنى هو عبارة عن فندق يقع في حي بيتشيرسكي. حي بيتشيرسكي هو حي قريب جدا من وسط المدينة، يبعد نحو 2 أو 3 كيلومترات عن وسط المدينة. بحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات الأوكرانية هنا في العاصمة كييف، كان هناك إصابات في جراء هذا القصف الصاروخي الروسي اليوم، 8 إصابات ومقتل مدني بسبب هذه الانفجارات. نحن نتابع، ما زلنا نتابع حصيلة الضحايا أو الإصابات. لغاية الآن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، لكن هذا دوي الانفجارات كان اليوم هو الأعنف منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي. هذه الأصوات لم تعهدها مدينة كييف أو وسط العاصمة كييف منذ بداية هذه الحرب. لا تزال المعلومات الواردة ولغاية الآن شحيحة بالنسبة للاستهدافات الأخرى في المنطقة أو في العاصمة كييف. كان أبلغ عن إصابة أيضا مبنى سكني داخل العاصمة جراء هذا القصف الصاروخي الروسي. حصيلة الضحايا كما ذكرت هي 8 إصابات ومقتل شخص هنا في العاصمة كييف. إياد السيتية، العربي، كييف. كما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة دونيسك أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح جراء القصف الروسي على مدينة باخموت وبلدات مجاورة في المقاطعة. من جانبها أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي الانفصالية في دونيسك مقتل مواطن وإصابة 2 آخرين بسبب قصف أوكراني. لا مكان إلا للدمار هنا، فمقاطعة دونيسك باتت مسرحا يستقبل مدنيوها الضربات من الجانبين الروسي والأوكراني. الإدارة العسكرية الأوكرانية في المقاطعة أعلنت مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين في قصف روسي على باخموت وبلدات محاذية، بينما أعلنت قيادة الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف أوكراني. في هذه الأثناء تعهد الرئيس الأوكراني بنظام دفاع جوي أقوى وأكثر فاعلية خلال العام المقبل. لم نحافظ هذا العام فقط على دفاعاتنا الجوية، بل جعلناها أقوى من أي وقت مضى. وفي العام الجديد سيصبح الدفاع الجوي الأوكراني أقوى وأكثر فاعلية والأكثر قوة في أوروبا، وسيكون ضمانة للأمن ليس فقط لبلدنا ولكن للقارة بأسرها. تصاعد لهجة الخطاب هذه تتوافق مع اشتداد الأداء العسكري في الميدان، ليعلن الجيش الأوكراني تصديه ل15 هجوما للقوات الروسية في مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك. ويؤكد بيان للجيش تمكن قواته من قتل 200 جندي روسي في منطقة كاخوفكا إثر استهداف مواقعهم. الجيش الروسي بدوره لم يقف ساكنا، إذ وصل ضرب المواقع الأوكرانية في محوري باخموت وأفديفكا، إلى جانب المحاولات المستمرة باختراق دفاعات مدينة باخموت.
أتمنى الثبات للرفاق الموثوق بهم والمخلصين. إن انتصار القوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا أمر حتمي مثل حلول العام الجديد. حرب المد والجزر بين الجانبين لا تنتهي، إذ أكدت جمهورية لوغانسك الموالية لموسكو التمكن من صد محاولات كييف المتكررة لاختراق دفاعاتها، آخرها خطوة جديدة سبقت بها القوات الخاصة الروسية نظيرتها الأوكرانية بالعثور على مخبأ يضم أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر قرب لوغانسك، لينجح الروس بتوجيه ضربة ترتبط بخطوط الإمداد في حال نجاح الأوكران بالتقدم في هذه الجبهة. من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تغفر لروسيا غزوها وقصفها، وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدنا أخرى قبل حلول السنة الجديدة. موجات عدة من الهجمات الصاروخية عشية السنة الجديدة، صواريخ ضد الناس، لا أحد في العالم سيسامحكم على ذلك، أوكرانيا لن تغفر لكم. من جانب آخر، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية تتولى مهام تطوير أنظمة الطائرات المسيرة للاتحاد الروسي. وكلف بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريا بيلوسوف برئاستها، وذلك بحسب بيان للكريملين. وفي كلمة له بمناسبة العام الجديد قال بوتين إن الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا وشعبها باستخفاف لتقسيم روسيا على حد تعبيره. زابط فرال. لقد كذب الغرب عندما كان يتحدث عن السلام بينما كان يستعد للعدوان، واليوم يعترف بذلك دون حياء. أما أوكرانيا وشعبها فيقومون باستغلالهما بلا أخلاق ولا استحياء من أجل إضعاف روسيا وتقسيمها، لكننا لن نسمح أبدا لأحد بفعل ذلك. ينضم إلينا من لفيف عبر سكايب الباحث السياسي ميكولا باستون، ومعنا أيضا من موسكو عبر سكايب الباحث السياسي محمود الأفندي. أهلا وسهلا بكم. ما سأبدأ معك سيد الأفندي، وحدة لتطوير المسيرات وقصف مكثف لكييف، هل تنوي موسكو تدشين استراتيجية عسكرية جديدة مع بداية العام الجديد في أوكرانيا؟ طبعا أول شيء سعد أوقاتك سيدتي الكريمة وسيد الكريم، وطبعا لضيفة الكريم مدينة الفوف. طبعا روسيا الآن تتجه إلى تصعيد، هذا أمر واضح، لأنه الرئيس بوتين نادى عدة مرات ببدء التفاوض أو الحوار، وخصوصا في الآونة الأخيرة ولا أي صوت ينادي بقبول سياسة الوضع الراهن الحالية. هذا يعني روسيا أن تستعد الآن، وخصوصا بعد استقرار الجبهة العسكرية الروسية الآن الأوكرانية على طول 1100 كيلومتر، وبالإضافة أن المبادرة العسكرية حتى الإعلام الأوكراني يقول ذلك، بدرة عسكرية أصبحت بيد روسيا مع قوات التعبئة الجزئية التي أصبحت على الجبهة، بالإضافة إلى قوات 250 ألف مقاتل عسكري روسي موجود في بيلاروسيا، وهذول أكيد مو للنزهة أو للمناورات. هي تقريبا روسيا الآن تريد التصعيد في بداية العام القادم لإنهاء العملية العسكرية ولإنهاء الحرب ليجبر أوكرانيا على التفاوض. ففعليا فينا نقول هذا الهدوء الآن اللي يحصل حتى الآن هو هدوء بغض النظر عن القصف الصاروخي الآن لتدمير البنية التحتية الأوكرانية، هناك هدوء على الجبهات، هو هدوء قبل العاصفة. يمكن أن نقول أنه هناك في الأيام القريبة العاجلة يمكن أن تبدأ روسيا بعملية قوية جدا، يمكن أن تؤدي فعليا إلى الوصول إلى مدينة كييف عن طريق الحدود البيلاروسية، لأنها قريبة جدا من كييف. نعم. ففعليا روسيا تريد، يعني ليس لديها أي حل إذا تريد إنهاء العملية العسكرية. لكن ما قوام هذه الاستراتيجية الجديدة في التصعيد بتركيزها على المناطق طبعا السكنية المدنية ومسألة المسيرات التي شكلت لها وحدة لتطويرها؟ المسيرات هي تهدف أهداف عسكرية، ولكن الصواريخ اللي تروها الآن حتى على شاشتكم قبل قليل هي صواريخ دفاع جوي أوكرانية أرادت تصدي. قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ترصد أسلحتها الجوية أو الدفاع الجوي بين المدن، وهذا الشيء كتبته حتى منظومة العفو الدولية وأدانت أوكرانيا فيه، وبعد يومين أزيل هذا التقرير من الوجود فعليا. ففعليا هذا الصاروخ الموجود حتى الصورة اللي شفتها قبل قليل على الريبورتاج هي صورة لمبنى مضروب، واضح أنه سلاح دفاع جوي، لأنه لو كان صاروخ روسي أدى إلى تدميره نصفه تقريبا فعليا بس الصاروخ مجنح. ففعليا هو عبارة عن ما يسمى صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية. روسيا تستهدف فقط أهداف عسكرية. أعطيك مثال سيدتي الكريمة،
كل ضيوف أوكرانيا يأتوا الآن ليذهبوا إلى ما يسمى لوحة الشهداء. لم تستطع أوكرانيا أن تجمع لوحة من المدنيين جمعت لوحة فقط بالعسكريين فعليا، لأن ليس هناك أهداف مدنية، ليس هناك ضحايا من المدنيين. الضحايا المدنيين نتيجة العدوان الأوكراني. على سبيل المثال هناك مقبرة في دنيسك 1300 طفل تسمى مقبرة الملائكة، 1300 طفل قتلوا من 2018 حتى 2022 من قبل القوات الأوكرانية. طيب لنسمع رد السيد ميكولا في لفيف على هذه النقاط سيد محمود الأفندي، لا سيما أن الضربات شملت مدن عديدة وليس مبنى واحدا فقط، أحياء كثيرة في العاصمة كييف خاصة. يعني سيد ميكولا، كيف تنظر كييف إلى هذه الاستراتيجية العسكرية الجديدة التي تستهدف الأحياء السكنية، ومن قبل استهدفت أيضا مراكز الطاقة في المدن الأوكرانية المختلفة؟ مساء الخير. إذا كنا نتحدث عن الاستراتيجية العسكرية، فهل هي عسكرية بالحقيقة إذا كانت تستهدف المواقع المدنية والمباني السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية؟ قد شهدنا ثلاثة مراحل مختلفة للاستراتيجية الروسية. أقصد الضربات الصاروخية بالتحديد. أولا في بداية هذا الغزو الشامل كانت روسيا تستهدف المواقع العسكرية بصواريخ بالحقيقة في الأيام وبالأسابيع الأولى. ثم في يعني في فصل الخريف ركزت روسيا على ضرب البنية التحتية من أجل تدمير قطاع الطاقة ومنع وحرمان أوكرانيا. نعم هذا معلوم، ولكن ما الهدف؟ الهدف الآن نحن نشهد مرحلة ربما بداية المرحلة الثالثة، حيث اليوم في هذه الضربة شهدنا أنهم لم يستهدفوا حتى مرافق البنية التحتية، فقط الأحياء والمنازل السكنية. وهذه الاستراتيجية ليست عسكرية، هي استراتيجية إجرامية، والهدف هو طبعا إرهاب وتخويف الشعب الأوكراني وممارسة الضغط على الحكومة والقيادة الأوكرانية لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات واستسلام. طبعا روسيا الآن تحتاج إلى المهلة، هي لا تحتاج إلى السلام، هذا الواضح. وكما الرئيس الروسي أكثر من مرة أن أهداف روسيا في هذه الحرب لم تتغير، وهي إزالة، هم يقولون نزع السلاح ونزع النازية، هذا يعني إزالة الدولة الأوكرانية المستقلة وإزالة الشعب الأوكراني. وكما شهدنا روسيا أخرزت نجاحات واضحة في خلال الشهر الأول من هذه الحرب، حيث احتلت مناطق واسعة، وبعد ذلك بدأ الجيش الأوكراني يحرر تمكن من تحرير أكثر من نصف الأراضي المحتلة. طيب في هذه المرحلة من الحرب ومع تمسك كل طرف بأنه قادر على الحسم، وربما في مرورنا على السيناريوهات المقبلة في المستقبل القريب سيد الأفندي، وزير الدفاع الأوكراني كان قد وجه خطابا باللغة الروسية إلى الشعب الروسي لمغادرة موسكو باعتبار أن بوتين سيلجأ دون شك كما قال إلى مسألة موجة جديدة من التعبئة العامة. هل تحتاج موسكو إلى هذه الخطوة، وماذا قد يعني ذلك سياسيا في سياق المرحلة المقبلة؟ طبعا كل ما يصدر عن الطرف الاوكراني او عن الطرف الغربي او عن الطرف الروسي عباره عن حرب اعلاميه مكالمه، يعلم جيدا هناك في توجيه اعلامي لاثاره الفوضى في روسيا لنوع ما لبدء مظاهرات او احتجاجات ضد العمليه العسكريه الخاصه، فكل هذه التصريحات لا تدخل ليست قريبه من الواقع، لان روسيا قامت بتعبئه جزئيه وليست بحاجه لكثير من القوات، يعني فعليا لو كان حاجه بكثير من القوات
كانت اعلنت الحرب على اوكرانيا وليست قامت بعملية عسكرية. عملية عسكرية يعني بوتين يعلم تداعيات ذلك، وهو من رفض تسمية هذه العملية بالحرب إلى غاية يومنا هذا. وربما كانت هذه الرواية التي تتفضل بها حاضرة في البداية، وقيل بأن حتى التعبئة الجزئية لن يلجأ إليها من موسكو. اليوم هل هذا الأمر وارد، وهل تحتاجه عسكريا بغض النظر إذا كانت الطرف الأوكراني هو من قال ذلك؟ أنا برأيي لا تحتاجه لعدة أسباب. السبب الأول أن فعليا الجبهة العسكرية استقرت نوعا ما، وروسيا ضمت المناطق الأربعة ولا تريد ضم مناطق أخرى، هذا أمر أصبح واضح بالنسبة لروسيا، لأن أول شيء ليست بحاجة نوعا ما لهذه الأراضي لأنها سيؤدي إلى خسارات قوية. يعني تعلم روسيا جيدة إذا قامت نوعا ما بإعلان حرب ستؤدي إلى خسائر، ولا تريد روسيا الخسائر، تريد إنهاء العملية العسكرية وإنهاء الحرب، تريد عن طريق التفاوض والا ما عن طريق السلاح. ففعليا الجبهه العسكريه مستقره في الايام الاخيره، الا اذا تقدم الاوكرانيين بمعركه يعني يمكن ان تكون اسطوريه نوعا ما، يمكن ان نقول ذلك، يمكن الرئيس بوتين يعود الى تعبئه جزئيه مره اخرى، هذا يمكن ان يحصل اذا تقدم الجيش الاوكراني واخترق خطوط دفاعيه الروسيه. كل شيء يكون حسب الارض، حتى التفاوض يكون حسب الارض وحسب التقدم العسكري. نعم. إذا تقدمت روسيا أوكرانيا ستخسر بعض نقاط التفاوض، لذلك أوروبا وحلف الناتو يدعم أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة، يقولون حتى بتصريحاتهم ليقوي أوكرانيا على طاولة التفاوض. فأن نعود إلى التعبئة، كل شيء حسب الواقع على المعركة العسكرية. ولكن الآخر المعلومات اللي نملكها وتملكها حتى عن طريق الإعلام الأوكراني، الجبهات مستقرة والمبادرة العسكرية أصبحت بيد روسيا. يعني فعليا كل ما يجري الآن هو عبارة عن حرب إعلامية كلامية. يعني حتى بس نقطة مهمة، يقولون المراسل التلفزيون كريم يقول من أشرس الضربات الآن، ونهاية الضربات هي مقتل مدني واحد وإصابة ثمانية. يعني فعليا بالفعل روسيا تضرب الأهداف العسكرية. نعم، وضحت الفكرة السيد محمود الأفندي الباحث السياسي من موسكو، وكذلك السيد ميكولا باستن من لفيف في أوكرانيا. شكرا جزيلا لكم.